نظام الإنذار ضد الزلازل، ستحمله في جيبك قريبا. جميعنا نعلم أن الحيوانات والطيور لها القدرة على التنبؤ بوقوع الزلازل قبل فترة قصيرة من حدوثها، وتعبر عن ذلك بسلوك معين تقوم به. ومع تطور التكنولوجيا، ما هو سلوك هواتفنا الذكية تجاه حدوث الزلازل؟ تابع معنا هذا المقال لتتعرف على هذه التقنية الجديدة، بينما تقوم بقراءة الرسائل في بريدك الإلكترونية أو تتصفح آخر الأخبار لديك عبر صفحات التواصل الاجتماعي، أو عندما تقضي ساعات طويلة وأنت تضع هاتفك الذكي في جيبك. فإن الحساسات في ذلك الجهاز الصغير بإمكانها أن تعمل كنظام إنذار مبكر ضد الزلازل. هذا ما تقوله دراسة جديدة يقودها باحثون في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا وهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية USGS. وتشير هذه الدراسة إلى أن جميع الهواتف الذكية وغيرها من الأجهزة الإلكترونية الشخصية يمكن أن تعمل كشبكة موزعة حول العالم، حيث تقوم بالكشف عن أي تحركات للأرض والتي تحدث بسبب وقوع أحد الزلازل الكبيرة. وهكذا تستطيع تلك الإنذارات المبكرة إعطاء الناس لحظات حاسمة للتحضير لتلك الزلازل المتوقع حدوثها. ولقد تم تسمية هذا النظام بالنظام الإنذار القائم على الحشود Crowdsourced. وعرفت الدكتورة سارة مينسون الجيوفيزيائية والمؤلفة الرئيسية لهذه الدراسة هذا النظام بأنه نظام يسمح للمجتمعات الاستفادة من البيانات التي تولدها المجتمعات. وعلى الطرف الآخر، فأن أنظمة الإنذار المبكر للزلازل الموجودة حاليا EEW تعمل على كشف بداية وقوع زلزال وإرسال التحذيرات بسرعة للأشخاص والنظم الآلية، وذلك قبل أن يشعروا حتى بحدوث الزلازل أو الاهتزازات في أماكن تواجدهم. وبالرغم من أن معظم سكان العالم هم عرضة للزلازل المدمرة، إلا أن أنظمة الإنذار المبكر EEW لا تعمل حاليا إلا ضمن عددا قليلا في مناطق حول العالم بما فيها اليابان والمكسيك، ويعود ذلك إلى التكلفة المادية الكبيرة لبناء شبكات الرصد العلمية اللازمة. ونستطيع أن نرى مما سبق أن معظم دول العالم لا تتلقى تحذيرات مبكرة ضد الزلازل من نظام EEW. أما في حالة نظام الإنذار القائم على الحشود Crowdsourced، فأنه يستخدم نظام تحليل المواقع العالمية GPS للتنبؤ بوقوع الزلازل. وعلى الرغم من كون أجهزة الاستقبال الخاصة بنظام GPS أقل دقة من المعدات العلمية في نظام EEW، إلا أنها كافية للكشف عن حركة الأرض الدائمة أو عن الإزاحة في حركتها، والتي تنتج عن حدوث زلازل بشدات تقارب 7 درجات أو أكثر على مقياس ريختر. وحاليا يتم الكشف عن حدوث إزاحة ما بواسطة أجهزة المستخدمين، فإن المعلومات سيتم جمعها وتحليلها بسرعة من أجل إنشاء التحضيرات التي سيعاد إرسالها إلى أولئك المستخدمين في الحال. وقام الباحثون في هذه الدراسة باختبار جدوى نظام الإنذار المبكر المعتمد على الحشود Crowdsource EEW، وذلك عن طريق محاكاة لزلزال قوته 7 درجات، حيث تم استخدام بيانات حقيقية لزلزال اليابان الذي وقع عام 2011 والذي بلغ 9 درجات. وأظهرت النتائج بأنه يمكن إنجاز هذا النظام عن طريق الاستفادة من البيانات المخزنة في الهواتف الذكية لعدد قليل من الأشخاص القاطنين ضمن منطقة جغرافية كبيرة. فعلى سبيل المثال، إذا استجابت مجموعة معينة ضمن منطقة سكانية كبيرة والتي لا يتجاوز عددها 5000، كما لاحظ الباحثون أن مستقبلات GPS الموجودة في الهواتف الذكية والأجهزة المماثلة لن تكون كافية للكشف عن الزلازل ذات شدة الأقل من 7 درجات، والتي قد تكون ذات آثار مدمرة أيضا. بالرغم من ذلك، لأن الهواتف الذكية تمتلك أنظمة قياس تسارع إلكتروميكانيكية صغيرة MEMS MEMS، والتي تكون قادرة على تسجيل أي اهتزازات يمكن الشعور بها، مما يعني أن الهواتف الذكية يمكنها أيضا أن تكون ذات فائدة حتى في حالة الزلازل ذات الشدة القريبة من 5 درجات. وقام الباحثون في هذه الدراسة باختبار جدوى نظام الإنذار المبكر المعتمد على الحشود، وأظهرت النتائج بأنه يمكن إنجاز هذا النظام عن طريق الاستفادة من البيانات المخزنة في الهواتف الذكية لعدد قليل من الأشخاص القاطنين ضمن منطقة جغرافية كبيرة. فعلى سبيل المثال، إذا استجابت مجموعة معينة من الهواتف الموجودة ضمن منطقة سكانية كبيرة والتي لا تجاوز عددها 5000 جهاز
لاهتزازات وتحركات الأرض، فإنه يمكن الكشف عن الزلزال وتحليله بسرعة كافية لإطلاق التحذيرات والإنذارات إلى مناطق أبعد بكثيرا، وذلك قبل حدوث الهزة القوية. ويجري الآن بناء نظام الإنذار المبكر ضد زلازل AEW التابع للولايات المتحدة باستخدام شبكات رصد علمية ذات مواصفات عالية، في حين أن نظام الإنذار المبكر المعتمد على الحشود Crowdsourced قادر على جعل الإنذارات تصل إلى الأماكن التي لا تملك مثل تلك الشبكات عالية الجودة. وقد وافقت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على تمويل المشروع الرائد، وذلك بالتعاون مع مركز سيسمولوجيكو التشيلي الوطني National Chilean Center Sismological. بدأ في اختبار هذا النظام الهجين والمؤلف من حساسات الهواتف الذكية وحساسات شبكات الرصد العلمية والمتوضعة على طول الشريط الساحلي التشيلي. إن مشروعا رائدا كهذا سيجعل من خطوة الإنذار المبكر للزلازل خطوة قرار فقط، فليس على الدول سوى الموافقة على هذا المشروع مع القليل من التكاليف، مما يسؤول في نهاية المطاف إلى الحفاظ على الكثير من الأرواح والممتلكات، وهذا هو هدف العلم الأول والأخير.